السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من محمية أو غرفة الكوكتيل والزبرة، طائر الزبرة الفناجس. عندنا هذا الزوج ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا فرصهم ومبيضات وقر ملقط ما شاء الله. عندي هذا الزوج الطيرة لاتين والفحل الحبشي. عندي هذول وينهم؟ تعرفون هذولي؟ عندي الطير حبشي مجنح والطيرة لاتينة. عندي هذول مبيضين حبشيات. عندي الفحل هذا وابنه وبين هذا ابنه ما شاء الله ما شاء الله. مبيضات شو ابنه ما عجبني اليوم، ليش شو ابنه ما عارف ما عارف. هذول ما شاء الله هذا فرخهم وهذا الابو وليش النفية. عندي هذول الزوج حبشيات ما تحكم شيء حاليا ما تحكم شيء. عندي هذا الفحل الأصفر وهذا بيضة بيضة تحتاجها ما نزعجها. عندي هذول الصفر الصفر أنا عارف الصفر شكرا أحسن نفهم الصفر ما شاء الله يون حمر. عندي حبشيات دولي ليش ما يماتنا حبشيات وين حبشيات خوات دولي. عندي هذا الفحل فلوس شابه يعني أغلبها تشابه بيضات ما شاء الله تحتهم بيضتين. عندي هذولي بعدهم الطيرة عرفها فرخة بعدها إن شاء الله هذا الشهر أو الشهر اللي بعده طيب. عندي هذولي ما شاء الله مفرخين شوية تعبان الطيرة خلص صفراخة صفراخة حلوة ما شاء الله كبار يطلع الريش ما الكوكتيل مثل الحمامة سبحان الله الريش يطلع سهولة يطلع يعني ما أخاف من التهليس هذا ولا شيء. وبالنسبة للعشاش أنا قايل لكم ما نظفهم. عندي هذا الزوج بيضة واحدة إن شاء الله بيضة أو بيضتين كان بالضبط وها بيضة واحدة. الفحل حبة خشن يعني خشن طويل لدرجة يعني يوقف النادي لو يضرب هناك ما شاء الله تبارك الرحمن. عندي هذا الفنادس الفناجس نبدي من وين نبدأ أول شيء؟ نبدأ من الأفراخ النازلة يعني عندي هاي المجموعة النازلة جديدة هاي أفراخي هذول ينزلها هذول كانوا هنا بهذا المكان نازلة تعرف مكانهم. نبدأ من ما بلش بسم الله ما بالله كفراخ طالعة وهنا هذول موجودات بعدهم نايمات هذول فرخين نايمات بعدهم حبشيات. عندك هذا فرخ شوف شلون لونه شكله ما شاء الله تبارك الرحمن لونه وشكل المنقار بني اول مره يطلع عندي منقار وبني يعني كمان هذا لونه يظل شكله فرخ اصفر. هنا شو تشوفون بيض هنا شكو بيض فرخ ما شاء الله فرخ فرخ تو مفرخ فرخ لا هنشوف هنخلص على ياخذ الطاولة هنبدأ نشوف أول وأول أحسن أما نفتهم هم أنتم تشوفون وياي لأن أنا أول مرة أشوفهم اليوم. هذه ناشكو ما شاء الله بيض وفرخ هنا أكو فرخين هذه أكو واحد اثنين هم اثنين هنا ماكو شيء. عندي هنا
ماكو شيء. عندي هنا فراخ خير من الله. عندي هنا فراخ الوقت ما شاء الله. 1 2 3 4 4 أو 5 تمال 5 تمال 4 تم بالضبط ما أعرف ما أشوف معدل. وين رفعت؟ لو قلت لك اطلع أنا شاكوك تكون بيض. نعم ماكو شيء. ليش هنا؟ هنا شاكوك أكيد بيض. بيض ما شاء الله. قديم بيض قديمة. ما عندي أفراح. ما عندي أفراح ثاني موجود تحت عليك من أعلم. عندي نعم ماكو شيء. ناكو شي تشوفون؟ ماكو شي. ناك ما اشوف شي. ماكو شي. ناشاكو ما اشوف الا من هنا. ماكو شي فاضي. نجي على هذولي. هذا عيش فاضي. هاي شاكو هنا اكل شي 100%. العش مسكر تشوفون بيت ما شاء الله. نعم ماكو شيء. لا شكو انا ماكو شيء فاضي فاضي. نشوف هنا. هنا شكو اوكي. هنا شكو فاضي فاضي. ابيضات جديده توني حاطه يعني ما توقعت بيض فيها بيض بسهوله. هنا لازم فاضي بس من رافعات العيش ان شاء الله. يبي هذا الفرحه فيه ناس تشوفون. نعم فاضي. نعم فاضي ما في شيء. نرجع نفتح شوي الساقه زحمه. هنا اكو فراخ يمكن اكو فراخ. هنا ايه هذا الفراخ ما شاء الله فراخ يمكن. هنا شكو. هنا ما في شيء. هنا شكو بيض ما شاء الله. عندي هنا شكو فاضية. هاي شكو فيها فاضية. هذي جمعت اشغال راح بيضا بيها. هذي بيض. هاي بيض. هنا شكو فاضية. نعم فراخ ما شاء الله. نعم كفراخ. هنا فراخ كبار. ايوه هنا فاضية. هنا شكو فاضية. نعم شكو اكو بيض يمكن اتوقع. اي بيض ما شاء الله. هذا بيض. هنا اكو شيء. ما بس شنو اقول هذا؟ انا ميت الفرخ هنا خطيه عاصر راسي. شلون طاب هنا انت؟ شلون مصخم؟ شوف شوف شفت الضيم؟ هاي الشغلات هي بالجماعه شويه. ذاك يوم لقيت هاي الحاله وهسه لقيت هاي الحاله. خلوكم وياي بس اطلع دقيقه. خلوكم وياي. يعني هاي الحركة اللي مليت من عندها بصراحة. يعني كم مرة لقيت نفس الحالة بس مو نفس المكان. هاي سبحان الله شكو فرخ قديم يعني ما حد شايفه ما منتبهين عليه. شكو فرخ. شكو فرخ أبيض. عندي أبيض من قار أبيض يموت. يجي ويحشر له مكان روحه. بس هو يمكن تعبان يعني الطير هذا كان يمكن تعبان. هذا هو تعبان يمكن. ايه هذا بالنسبة طيور الحظ والفناجس. عندي تقريبا 50 زوج تقريبا اكثر من 50 زوج تقريبا فناجس. عندي هنا 13 زوج كوكتيل 6 7 و 6 13 واحد. عند الطيرة راح تبين الثاني مبروك. تبين ما توقف هاي. ها بالنسبة للفناجس والكوكتيل.
يعني تصير هاي الحركات أنا متعود عليها، يعني ما استغرب من ألقى واحد عاصي أطرش بيها. تبين فرقة ما شاء الله فرقة. شوف اللون هذا اللي طلع عندي. اللون هذا. خلنا أصوره هاي. أخذ لون صورة. عندي لون حلوة طلعت، يعني عندي هذولة. هذولة جدا حلوين. هذولة اثنين أخوان. هذا واحد. فاتح هذا اللون، هذا شيء فاتح حلو جدا، هذا كنا كناري وين راح؟ الله اكبر سريعه. عندي يعني المره شوف عندي هذا مثلا هسه عندي هذا هيك تصفى خلاص، هذا صفى كبرا بلش يكبر يبيض صفت عند طيور هواي صفت شكرا على انزل انت مقبح ننزل بالجا انزل روح طيور اي هاي بالنسبة للفنادس هذا اللون عم طلع عندي وين راح الله اخذ طبعا ما لحق اصور